supporting a humanitarian cause that needs our support. مكرمتنا التالية عاشقة للرسم والفن والقيم الإنسانية هي موضوع ثابت في جميع أعمالها الفنية. Okay, just before I call on stage, I just want to say that this is probably the first event Dubai has right after the whole pandemic. I mean, we're still in the pandemic, but I would like to see some more energy. Aren't you guys happy to be here tonight? Yes? Let's give a big applause. Come on. Yes, I want to feel your energy. We feed off your energy, so we want to feel it. All right, and now, let's please welcome on stage the Emirati director, Mr. Ali Mustafa, and Mrs. Hasna Talib. بخطوات ثابتة أكدت جدارتها وتميزها في عالم الفن. جسدت الثقافة المحلية من خلال مشروعات سينمائية بمستوى فني عالي ينسجم مع القيم والتقاليد الإماراتية. بسم الله الرحمن الرحيم. And the ضيافة Award goes to شيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك النهيان and received it on her behalf شيخ محمد بن نهيان بن مبارك النهيان. الله يطول عمركم. شغفي هو الفن بكل أشكاله وعالم الإبداعي يتلون بأفكار ومشروعات خلاقة. نظمت معرضي الأول للفن التشكيلي تواصل عام 2011 واختير عملي الفني كيرم ستيشن ليكون ضمن مقتنيات متحف الشيخ زايد الوطني، كما قمت بمعارض عدة في لندن ونيويورك. وطن التاريخ وأمة المستقبل وحجاب من أهم الأفلام التي أنتجتها، وأما أحدث تجارب الإخراجية فهو فيلم آثل، وهو فيلم خيالي قصير وحصل مؤخرا على جائزة عالمية. أنا عاشقة الفن الإبداعي. أنا الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان. السلام عليكم، مساء الخير لكم جميعا. أولا أود أن أشكر القائمين على هذا الحفل المتميز، وأود أن أشكر الداعمين له، وكذلك لجنة التحكيم على هذه الجهود، وأأمل أن تستمر وتتضاعف هذه الجهود الحين تخبرني عدى بعد ما فأمل أن تستمر وتتضاعف هذه الجهود. وفي هذه المناسبة أتشرف أن أستلم هذه الجائزة بالنيابة عن اليازية بنت نهيان، ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، والشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.